بسمة الوطن. ستشات الوفوميات والسياسي مثل الحال عالم الانتقادات طاير فوق المصريات. مات الوطن لا ما مات بس مات الوطن بعد عنا مقدسات ما في قيمي الوطن لا ما مات بس مات الوطن بس مات الوطن بس مات الوطن بس مات الوطن بس مات الوطن. حكيم طمني كيف مرتي؟ استوعب شو بدي قلك. مرتك فيها نبض بس، لكن طبيا فينا نقول انها ميتي. ماتت؟ نعم، دماغها متلين دم من النزيف الجواني، ضلوعها مخزقين الروايع، سلسلة ظهرها مكسورة خمس مطارع. قليلة هي ماشي بسرعة 150 ماسك السلولار بإيدها عم تبعت واتساب. كنت عطول إلا يا حكيم إنه الواتساب رح يخرب لك حياتك. بتسوق واتساب، بتتحمم واتساب، بتطبخ واتساب، بتنام واتساب، بتقوم واتساب. بعرف بعرف، ما زال عملت الحادث، شلناها من تحت الكاميون وجبناها لهون وبعده تليفونها بإيدها. هلا بعده التليفون بإيدها جوا؟ إيه نعم، مسكته هيك. يا لطيف. اسمع مني، ما في امل ولا 1% حكيم ولا 0%. اسمع مني، حش تتكلف عليها بالمستشفى رحمة فيك وفيها، خليني اوضع لها حد لحياتها، هيك هي بترتاح وانت بترتاح. طيب اوكي حكيم تصرف. اعطيني 3 ثواني. العوض بسلامتك، كان قلبها بعده عم ينبض نتفي هلا وقف. شلت لها المكانات والاكسجين يعني؟ لا، شلت لها السلولار من ايدها. بسمات الوطن. ستاند باي ستاند باي. يلا غشي ارفع لي يافطة منيح، ماشي كون رصين بالوقفة وما تهرقها قدام اخواننا العرب بس يجوا. اوكي هيدا اكسجيننا جاي، هيدا دم جديد بدو يسري بعروقنا ومطرح ما يسري يمري. مهضومي هاي جديدة. سمع صوت سمع صوت، هيصة هيصة هيصة. اويها اهلا وسهلا بالاخوان، اويها شرفتوا ونورتوا لبنان، اويها وناطرينكم من زمان. يا ماما انتوا من الخليج؟ نو واوكرانيا. كيف خاركوف؟ طيب وين كنتوا؟ كنا خطلة خبيبي رشخين كباريه، سمخنا اخبار بيقول رجال خليج رشخين لبنان، فقمنا صبغناخن وجينا. وصلوا طلوا. ايويخا اخلا وسخلا بكاستمر، ايويخا بلاكن مش خلق.
نفسه. خير نجول، بك شي؟ جاي اخذ رأيي. جوزي أورن كل سنة بيعملولن حفلة سنوية وعشر الشركة تبعن، فجيت اخذ رأيك بهالفستان. شو قولك؟ خرج هيك مناسبة يا سوسو؟ ما بشي، كتير حلو نجول كتير. دخليك بس هيدا مش هو ذاته الفستان يلبستيه كمان على حفلة شركة أورم سنة الماضي؟ بلا يا سوسو، بس قد ما عجب الناس من سنتين رجعت لبسته سنة الماضي وهلا لبسته يا سوسو. اسم الله اسم الله هالفستان، كل ما إله بجوهر نجول. مرسي يا سوسو، بس شو قولك بحط له هالفولار ولا بتركه لعشا سنة الجاية يا سوسو؟ لا لا أنا برأيي تركيه لسنة الجاية، أحلى هيك بتغيري. بك شي يا سوسو؟ بتموت بتفع بتغار من جمالي. حبيبتي جمالك مات الوطن؟ لا ما مات، بس مات الوطن. مات الوطن؟ لا ما مات، بس مات الوطن. بس مات الوطن. مسيو؟ نعم؟ حضرتك ما بتدخين؟ لا يا لك قومو قومو تنفل قومو ما بيدخن يا شو جاي تعمل حدنا يا مقرف؟ لك تفو عليك يعني شو؟ إما تدخن يا عمي قول يعني قومو قومو ما قومو ما بتدخن؟ ما بتدخن ولا؟ قوليني؟ معقول يعني؟ قوليني؟ ما كلنا وين صرنا يا عيب شو بس يا عيب شو؟ ما قومو بتدخن؟ بسمات الوطن. قلت لي اسمك مفتول؟ نعم، والعيلة عضل. عمرك؟ 50. وشو بتشتغل؟ مصارعجي. مصارعجي بتصارع يعني؟ وشو لكن؟ مصارعجي برقص لمبادا؟ طيب شو مشكلتك يا مصارعجي؟ اخ ما عم بقدر اخفى يا حكيم. ابدا؟ ابدا لا ليل ولا نهار. يعني ما بتنعس بالليل؟ ابدا بقعد بالتخت ساعة اثنين ثلاثة اربعة بيطلع الضو وما بخفى يا حكيم. طيب جربت شي مرة تقعد بالتخت وتعد؟ عد؟ شو بدي عد؟ عد عد من الواحد وطلوع لحد ما توصل لمطرح تنعس وتغفى. هالطريقة جربتها مع عدة مرضى ونجحت وصاروا يغفوا. يعني بتشلح بالتخت هيك يا حكيم؟ ايه وبلش عد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. السلام عليكم. اهلا مسيو. بدي غرفه بالاوتيل لليله. سوري مسيو، الاوتيل فول. شو فول ما فول؟ دبري لنا يا مطموزيل غرفه بمعرفتك. يي مسيو عم بقول لك الاوتيل فول ما عندي ولا غرفه. يا مطموزيل الغرفه لحضره اللواء لمعول الوزير. لحضره اللواء ما غيره لمعالي؟ معلوم، معقول لحضره اللواء ما تخلق لنا غرفة خلقه؟ ايه لا 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 هيك تغير الموضوع. لحظة إيه غيشة وماشي غيشة وماشي
نعم. غرفة المدير جاهزة؟ نعم جاهزة. ايه بليز هلأ بتطلعوا بتشيكوا عليا وبتأكدوا منا لأنه انحجزت لشخصية كتير مهمة. حاضر. يا مسيو ما قلي من الأول لمين الغرفة. تفضل هيدا المفتاح. أي ساعة قلت لي جاي مع علي؟ من عقلك مع علي إيه بيجي لهون؟ بس بدنا ننام يا مكموزيل، أش بدنا نسوي غير هيك؟ يا فنوصو ما في غرفة ها؟ ما في غرفة؟ مات الوطن؟ لا ما مات بس مات الوطن. مات الوطن؟ لا ما مات بس مات الوطن. بس مات الوطن. يلا شباب جاهزين؟ رح نبدأ تصوير أول ما بيوصل السيد تمام وبيقول أوكي على سيناريو الفيلم. مش مشكلة. أوكي شادي انتبه، معك 15 ثانية من بعد توب كاميرا لتكون بستة وخزقت لها تيابة وعريتها تماما، ساعتها بتقول النص. مش مشكلة. وصل وصل السيد تمام. هاي هاي مبروك عليكم، ما حذفت لكم ولا مشهد من الفيلم. يس حتى المشهد بنصوره هلا الفي تعري على الاخر. اوه ما في مشكله، انا كركيب ما حذفت منه شيء. مش مشكل. طيب المشهد رقم 51 اللي بتطلع فيه البطله وبتعمل اغراء لرجل الدين. اوه كمان مش مشكله، انا بهالمشهد ما زعجني شيء كركيب. يس طيب وبالاخر لما الزعيم بياكل هو حماره من نفس راس البطيخ؟ كمان ما زعجني شي كراكيب بهالمشهد. عن جد بدي وجه لك تحيه سيد تمام، يعني اذا الرقابه صارت معدومه هيك نحن بنفتخر بقوانيننا ودولتنا. تسلم تسلم. اي متى رح تبلشوا تصوير الفيلم؟ هلا لمن بتقول اوكي. اوكي معكم ضوء اخضر. يلا بالاذن شوي. بالاذن يا مطموزين افتح الكاميرا لشوف. تفضل فتحتها. رح اخد هيدي الكاسيت اللي بتسجلوا عليا بس، ومن هونيك ورايح فيكن تصوروا اللي بدكن اياه، وانسوا شي اسمه رقابي وجود لك. يلا باي 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 يا حلوين. يا حرية يا زهرة نارية يا نجمي مشوية يا حرية، طلعنا على الريح طلعنا شي حبريح، طلعنا على السطح طلعنا على الحرية. بسمات الوطن. مساء الخير. يا اهلا مساء النور. انا السنجل الاستاذ فاضل الافضل. ما بصدق حضرتك الاستاذ فاضل السنجري. وليش ما بتصدقي؟ لانه قطعت الامل، قلت ما رح تجي بقى، صار لي 8 ايام متصله فيك، كنت مقرعه بكره نقلها سنجري تاني. 8 ايام؟ انت حكيتيني من 8 ايام؟ ايه والله عم بعدهم يوم ورا يوم. الاسم الكريم؟ مدام زوزة. مدام زوزة مدام زوزة صح، انت حكيتيني من 8 ايام. وين بيت ست جنان؟ مدام جنان بالرابع. ايه بالاذن. انا جاي عند ست جنان، حضرتك حكيتني من 57 يوم، فحضرتك بيكون موعدك بعد 61 يوم. يلا بالاذن. مرسي دكتور. بهالوقت بيسوى اكل كل شيء؟ كل شيء ما عدا الهواء. بسمات الوطن. تحياتي سيدنا، بعت وراي. نعم يا سيد تمام، عجقة السير بالبلد ما بقى مقبولي. شوف شو بدك تعمل. شوف يا عمو سيدنا، ما الإخوان السوريين صاروا قد نص الشعب اللبناني، فطبيعي يعجق السير وتفول الطرقات. مش مشكلتي، دبر حل العجقة، وخصوصي على تقاطع إشارات السير. أنا وجاي لهون علقت هونيك إشارة نص ساعة. طيب في حل للأزمة سيدنا، ممكن يحلها. شو هو؟ منحدد أيام السير، التنين للسيارات اللي أصحابها موارني وللإخوان السوريين، التلاتة لسيارة الشيعة والإخوان السوريين، الأربعة لسيارة السنة وإخواننا السوريين، الخميس للدروز والروم والكاثوليك والعلويين وإخواننا السوريين. سيد تمام؟ بقبرك. يا ماما ليش سيدنا؟ بعد في السيارات ما دخلنا الطائفية فيها، روح دبر حل العجقة يكون منطقي، معك أسبوع.
برافو يا سيد تمام. شو عملت حتى حليت أزمة عجقة السير؟ شغلت دماغي سيدنا، شفت كيف خفت العجقة؟ بس كترت كتير حوادث السير، كتير. لأنه كل شيء إله تمن سيدنا. أنا عممت على كل إشارات السير بلبنان إنه على الضوء الأخضر بيمشوا اللبنانية وعلى الضوء الأحمر بيمشوا السوريين. خفت العجقة ويا الله على هالمنظر يا الله. قتلوني اللي بيحكي يا سيدنا. طقطق وخواصر يا مات الوطن؟ لا ما مات بس مات الوطن. مات الوطن؟ لا ما مات بس مات الوطن. بس مات الوطن. ايه وفل الرئيس وبعد العتمة ومش منورة. ايه وجلسات المجلس بلا نصاب واللبناني بطل ينطرى. ايه والحكومة ناس بشدوها على قدام وناس بشدوها على ورا. ايه ما في سلسلة اللي بتكسر الدولة وبتفقرها. ايه اللي رجع التقنين ما في كهرباء في عنا بس مفخرة. ايه والبلد عطشان ولا في مية معوكرة ولا معطرة. طرقاتنا ما عادت لنا والظروف الإنسانية مسكرة. ايه وبعد هيدا كله شو بقينا بهالبلد غير اليسرى؟ عيد هون؟ لا بعد ما اجى مكتر برفان يا فهيم. فاذا صوفيا بدي مصاري هلا، مدقرة معي مش عم بضرب ولا ضاربي، هلا بدي مصاري. يا عيب الشوم عليك يا فهيم، جاي تسرق اصحابك ما في مصاري. انه بدي اسرق من حدا غريب ما بعرفه، على اني بعرفكم انكم محشيين، طلعي ب 1000 دولار يلا. 1000 صرمية عنيعك بدي اعطيك يا فهيم. طيب ما يه فهيم شو عم تعمل؟ عم بتعرى. هلا بيجي جوزك عيد بشوفني مزلط وبشم ريحتي برفان وبشوف الزهور وبشوف الهدايا، بيقول ساعتها هذا انت عشيقة لصوفيا يا فهيم. ها ساعتها انا بهرب وانت بتكلي. مش معقول شو افكارك شريرة يا فهيم. طلعي ب1000 دولار فيل. ما في 1000 دولار. طيب انعشي. مرحبا صوفيا. وليه؟ فهيم هون ومزلط؟ ايه ما انا عشيقة صوفيا، لك الزهور لك الهدايا، شم ريحتي بتعرف. شو جاي تعمل هون؟ عشيقة شو بدي اعمل لدخلك وكعيب؟ تلفنت لي وقالت لي عجلة فهيم معنا ساعة وقت ركوض. فهيم عم تكذب علي يا فهيم؟ لا 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 صوفيا قالت لي عجل تحت لي نعمل شو اسمه اللي فهيم اليوم 2 الشهر وانا بعرف شو بها صوفيا ب2 الشهر يا فهيم. يا دلي تيري ب2 الشهر تجيني الي المصيبة لوا. فهيم ارجع لهون يا فهيم، ب2 الشهر بدها تجي ساعتك يا فهيم. بسمات الوطن. الو مطعم الزقزوق. ايه
نعم تفضلي مدام. ليك حبيبي في وصيك عشجات عدس مسلوق. تكرم عينك، بس عدس مسلوق سيدا؟ ايه حبيبي، نقيلي شي كيلو ونص عدس بس تكون حبته مبرومة. وليك ريس بدي منك شغلة. ايه اموري مدام. عندك سمك؟ في سمك. ايه ليك حبيبي، نقيلي شي سمكة يكون حقها يعني شي 10,000 ليرة بس، لقلي اياها وبزوم السمكة استقل العدسات حبيبي. اوف شو هالاكلة هاي؟ حبيبي هاي اكلة جديدة، بدي عزبك ريس تبعت لي اياهم على الغدا على البيت دليفري. ساعة 2 منيح؟ عظيم حبيبي، انا بشارع المرزوق ورا مطعم الدعوق بنية الشهوق وشقتي اللي بلكونة ملووق. حبيبي اوكي، والاسم الكريم حبيبي. ولك يا اهلا وسهلا، ولك اهلين شرفتو. مرسي على العزيمة يا حبيبي. ولك شو عاملة؟ لك ماشي يعني قضيتها شوي بكافيار. مثل ما بتعرفوا انا ما بحب عجي وخلط، وانا كتير بحب الاورجانيك، وبتعرفوا انه الكافيار يعني شي من الاورجانيك. حبيبي يلا تفضلوا. بس كتير هالقد يا حبيبي، مكلفة كتير. ولك الغالي بيرخص لكم حبيبي. دقولي كيف؟ يلا كيف شو طازة؟ كأنه طالعين هلأ من السمكة. تفضل ست حبيبي، كان بعد بدك مني 5,000 ليرة حق جاط العدس، وساعة بتجيت طلبية على البنية. تفضلي خبروني، طيب العدس مسلوق بزوم السمك؟ يا حبيبي شو بدكم فيه؟ والله عم يمزح. حلو حبيبي. ولك ما بتلقوا مصحة ولو؟ يلا كيلو كيلو. بسمات الوطن، بسمات الوطن، ستشات الوفوميات والسياسي مثل الحال. الوطن لا ما مات بس مات.